إلى موسكو، حيث مستشار العلاقات الدولية الأستاذ تيمور دويدار. أستاذ تيمور، الرئيس بوتين توعد بتدمير منظومات بيتريوت حال نصبها في أوكرانيا وبعدم تركها تهدد التسيد الروسي لأجواء المعركة بين قوسين، قادر هو الجيش الروسي على ذلك؟ تحياتي السادة الكرام، أنا مستشار في قطاع الأعمال. يا أهلا أهلا سيدي الكريم، أهلا سيدي الكريم. الدولية أيضا بالطبع. أنا لا أدري كيف أجاوب على هذا السؤال، كيف يستطيع بوتين أو قوات روسية تدمير هذه المنظومة أثناء دخولها أم أثناء تنصيبها، لكن بالطبع عندما سوف تشتغل البطارية سوف تظهر نفسها، وبالتالي إن كان هناك تعليمات عليا للقوات المسلحة الروسية باستهداف هذه المنظومة سوف يستهدفوها، ولن يتم ذلك لكن بتكلفة عالية بالطبع، لأن إن نظرنا لو تم استخدام مثلا صاروخ كنجال الفرد صوتي فهذا أيضا مبلغ من المال، ليس صحيح. بقليل. وأحب أن أنا أشكر السيد اللواء من القاهرة على توضيحه أيضا بخصوص نقاط كثيرة هو طرحها من حيث الجدوى، من كم بطارية مطلوب، ما هي تلك الأهداف التي يجب حمايتها، لأن البطارية الواحدة سعرها مليار دولار كاملة، حتى لو افترضنا أنها مزودة مثلا بصواريخ آيريس تي الألمانية، لكن المبالغ فائقة، التدريب، النصب أين تنصب، كيف ما جدواها. فعندما ذكرت حضرتك كلمة كبرياء هي ربما حملة دعائية أكثر من ما هي فعلا. لا أدري أستاذ تيمور، ما إذا كنت تشاركني أصلا هذه القراءة للغة الرئيس زيلينسكي أمام المشرع الأمريكي، المشرعين الأمريكيين، كان واضحا للغاية أنه يقول لهم أنتم لا تساعدوننا، أنتم تساعدون أنفسكم. السيد زيلينسكي وقع في هذا المأزق، هو للأسف ما أوفر الاحترام لشخصه، هو بيزنس مان معروف لكن وقع في فخ ما يسمى بالسياسة، وهذا أقذر من البيزنس. فلا أعتقد أنه في أحلامه السوداء كان يتخيل أنه سوف يكون في هذا المأزق. الغرب أو بقيادة واشنطن بالطبع يستخدمون الشعب الأوكراني في أقذر استخدام. تلك المعاناة التي يعنيها الشعب الأوكراني لا تعوض بالقتلى وكل ما يحدث هناك. وسيد زيلينسكي واضح أنه هو مقيد في اتخاذ قرار، في حين أن أحب أن أوضح أن أوكرانيا هي دولة برلمانية ليست رئاسية. فعندما قبل بداية هذه المعضلة كلها وعندما كان هناك سنة سنتين أكثر من سنة أمام السيد زيلينسكي للتفاوض مع الكريملين أو مع بوتين، كان بإمكاني كان باستمرار يلجأ إلى موضوع أن نحن دولة برلمانية ويجب قبل أن أتخذ أي قرار في ما يخص اتفاقيات مينسك ألجأ إلى البرلمان والبرلمان يوافق وإلخ. الآن هو لا يستطيع يتخذ أي قرار تماما لأنه لا يوجد أي برلمان في كييف، الرئيس تبعه في واشنطن. نحن سوف نصادف مشكلة كبرى مع هذا التصعيد من تزويد أوكرانيا بالسلاح في غاية القتال ضد روسيا لحد آخر أوكراني لحساب الولايات المتحدة، وللأسف الشديد أنا حتى الآن لا توجد حرب معلنة من قبل روسيا على أوكرانيا،
هذه فعلا عملية عسكرية حتى الجيش النظامي غير مشترك بها. لكن إن تم اتخاذ قرار الدفاع عن الأمن القومي الروسي والتدخل في أوكرانيا، هذا يعني هذا سوف يكون مأزق عالمي.